وأشاروا إلى أن، ودي نقطة مهمة جدا بتتوافق مع اللي أنا قلته قدام حضراتكم، توقعاتهم للتضخم وأن التضخم حينزل إلى ما دون 10% قبل نهاية أو بحلول نهاية 25، وده تماما زي ما احنا كنا محددين في تقديراتنا وتوجهاتنا كدولة بالتحليل اللي عمله الخبراء في هذه المؤسسة اتكلموا على هذا الموضوع. وبالتالي يعني هم طبعا برضو توجهاتهم انه شايفين الدولة اذا استمرت في نفس الوتيرة من الاستثمارات الاجنبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر سواء بصفقات او بتشجيع الاستثمار ومناخ الاستثمار اللي احنا بنعمله اللي عرضناه على حضراتكم جزء منه كخطوة اولى الاصلاحات الضريبية وتبسيط الاجراءات اللي عرضها السيد وزير المالية وزير الاستثمار الاسبوع الماضي، بيتكلموا على ان الاقتصاد المصري هيستمر في التحسن بصورة كبيرة في خلال الفترة القادمة.